أعربت عائلة شرفي عن ولائها التام وتأييدها الكامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإشادتها بكل فخر بما تحقق في العهد الزاهر لجلالته من إنجازات لمملكة البحرين وشعبها الوفي. وجددت عائلة شرفي البيعة والولاء والعهد على الدوام لجلالة الملك المفدى بيعة واحدة على مر الدهور والأزمنة لا تحيد ولا تتغير عما سار عليه الآباء والأجداد من هذا الولاء المشهود والمواقف المشرفة، مؤكدة وقوفها صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن. واستنكرت بشدة ما قامت به قناة الجزيرة القطرية من فبركة ونشر للأكاذيب والمؤامرات ضد أمن واستقرار مملكة البحرين.